تجربتي معه خاصة في فترة مبارك، فترة 9 شهور فقط عملت فيها رئيسا لتحرير صوت الأمة وسط ضغوط هائجة مائجة، يعني استقرت على مشهد ختام خروجي وقتها. أنا أعتقد أنه أنا فوجئت أولا بدرجة صلابته وعنادته لم أكن أتصورها في من نسميهم رجال أعمال عموما أو ملاك صحف أو إلى آخره، لأنه الأمر لم يكن هينا. أيضا فوجئت بأنه رغم أنه ناشر خاص جدا لا يتدخل في أي شيء يتصل بالتحرير، يعني ممكن يتدخل في شيء واحد أنه يجيب رئيس تحرير أو يمشي رئيس تحرير، إنما طالما رئيس تحرير قائم هو لا يتدخل في أي عمل. وأيضا شهدت رفضه لحملات إعلانية ضخمة رغم أن الإعلانات مورد جوهر للصحف، حفاظا على يعني مبدئيته وصحة موقفه. فأنا أعتقد أن عصام إسماعيل فهمي ظاهرة مظلومة في تاريخ الصحافة.